نقدم لكم أعزائنا متابعي موقع عرب جي تي هذا الاختبار السريع، حيث سنقيس معرفتكم بأنواع السيارات وستكونون أنتم فيه الحكم. المطلوب هو معرفة أسماء كل السيارات التي تظهر في هذا الفيديو القصير ووضعها في الخانة المخصصة للتعليقات على موقعنا. أثبتوا لنا حجم معرفتكم بالسيارات وأنواعها من خلال هذا الاختبار القصير، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لاختبار معلوماتهم عن السيارات. And then I did try to do a donut, but I didn't get around the first time. Because there's no manual clutch in it. So. Sure. Let's talk speed.